طيب نروح بقى لخبر تاني برضو غريب حبتين، لان عاده ابطال ونجوم الرياضه بيكونوا مهتمين جدا بمساله التلقيح. ناهيكم عن ان دي من اهم المتطلبات والشروط اللي من خلالها يقدروا يشاركوا في اي احتفاليه يعني رياضيه، ما بالكم بقى لما يكون الكلام على يعني لاعب هو رقم واحد على مستوى العالم، نجم التنس الصربي نوفاك جوكوفيتش اللي تم وضعه قيد الاعتقال الاداري بالامس بعد ما الغت استراليا تاشيره دخوله الى اراضيها للمره الثانيه بسبب عدم تلقي اللقاح المضاد لكوفيد 19. السلطات الاستراليه قالت ان وجود جوكوفيتش في استراليا وهو لم يتلقى التطعيم ضد كوفيد 19 يعني ده من شانه ان يشجع المشاعر المناهضه للتلقيح، واعتبرت انه مجرد يعني وجوده ده شيء غير مستحب وبالتالي يجب طرده من البلاد. نفس الكلام قالته قالته وزيره الهجره الاستراليه في بيان ليها انه قرار الغاء تاشيره الدخول لاسباب تتعلق بالصحه والنظام بالنسبه لجوكوفيتش وهو المصنف الاول عالميا في التنس، ويعني المفروض ان هو يكون بيستعد في ظل هذه الاجراءات لبطوله استراليا المفتوحه للتنس واللي سبق وفاز بيها 9 مرات، لكن من الواضح كده انه مشاركته فيها هذه المره هيكون مهدد الى حد كبير طالما هو قافش ورافض يتلقى لقاح كوفيد 19. مشكلة كبيرة دي، خلي بالك، لأن ده بيضعك برضو تحت هنا فكرة هل التطعيم أو الفاكسين ده يعني اختياري أم إجباري؟ ولو هو اختياري، طب لما أجي أتكلم عن لاعب ونجم مثلا رياضي، مش لازم في كرة قدم أو تنس أو في أي رياضة، هل برضو الأمر متوقف أن هو له الحرية في الاختيار ولا الموضوع إجبار في هذه المرحلة؟ يعني عارف الموضوع برضو صعب. هو اختار أنه ما ياخدش الفاكسين وهم اختاروا أنه يطردوه. فاهم قصدي؟ هنمشيها اختيار، هما الاثنين احرار في اختياراتهم، هو مش عايز وهم مش عايزين. ببساطه شفتي شك الدبوس. يعني ما ده يجي بقى تحت برضه طيط هنا، هل اتس فير ولا لا؟ هل ده عدل ولا مش عدل؟ هل اذا كان فكره الفاكسين اختيار للمواطن العادي لسه لحد هذه اللحظه، ما نعرفش المستقبل هيبقى عامل ازاي، بس حتى هذه اللحظه في بعض الاماكن او البلاد او الدول يعني الفاكسين اختياري. طب هل هنا لما نتكلم عن لاعب برضو ان هو شخص عادي في الاول وفي الاخر، هل لا الموضوع مش اختياري، انت لازم يا اما هتتحارب من بطولات، ما برضو الموضوع فاهم قصدي؟ بص انا بتهيألي ان الاكثر عدلا هو انه ياخد اللقاح زيه زي بقيه يعني المنافسين اللي التزموا بالشروط والاجراءات. بعدين برضه فكره ان انا مش عايز اخد الفاكسين، طب انا ممكن اعدي اللي جنبي، يعني هو حر في نفسه لكن هو هيأثر بالسلب على الاخرين، انت فاهمه ازاي؟ يعني بص هو الموضوع كبير. ده الاكيد.